وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير أهلا بحضرتك، وبالتأكيد هناك العديد من الملفات على طاولة القمة المصرية القطرية، ربما في صدارة هذه الملفات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء التنسيق المصري العربي المشترك، وأيضا في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم. برأيك ملامح هذا المحور المهم؟ يعني العلاقات المصرية القطرية من المتوقع في أعقاب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم لقطر سوف تشهد طفرة متقدمة للغاية بالنسبة للمجال الاقتصادي أو الملف الاقتصادي. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن هناك إرادة مشتركة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ الأمير تميم أمير قطر لدعم علاقات مصر وقطر في كافة المجالات، وفي مقدمة هذه المجالات المجال الاقتصادي. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن زيارة السيد الرئيس اليوم لقطر جاءت في أعقاب عدد كبير من التطورات الإيجابية خلال الآونة الأخيرة واللقاءات التي حدثت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، وفي مقدمة هذه اللقاءات لقاء الزعيمان على هامش قمة المناخ في جلاسكو في نوفمبر 21، ولقاء الزعيمان في أغسطس 21 على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ولقاء السيد الرئيس وأمير دولة قطر على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي في الصين. وهذه الاتصالات والزيارات تم تتويجها بزيارة الأمير تميم لمصر في 24 يونيو الماضي. العلاقات الاقتصادية سوف تشهد طفرة خلال الفترة القادمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر بتبلغ حوالي 3.3 مليار دولار، خاصة في قطاعات الطاقة والقطاع العقاري في مصر وقطاع السياحة. هناك اتفاق بين الدولتين، وهذا الاتفاق تم خلال زيارة وزير خارجية قطر لمصر في 29 مارس الماضي، على أن تقوم قطر بضخ حوالي 5 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. المحور الاقتصادي في العلاقات في منتهى الأهمية، وسوف يتم الاتفاق على هذه الاستثمارات خلال زيارة السيد الرئيس اليوم لقطر. ده سؤالي لحضرتك معالي السفير، أنه في ضوء المعطيات التي ذكرتها، مصر بالفعل نجحت وخطت خطوات ناجحة للغاية في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات سواء كانت العربية وأيضا الأجنبية، إلى أي مدى تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية من أجل تعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات يعني إلى داخل مصر، وذلك في ضوء طبعا البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات حاليا والمشروعات القومية العملاقة الموجودة حاليا على أرض مصر؟ يعني خلينا أشير إلى أن يعني أن مصر الآن بتقدم حزمة من الحوافز والامتيازات للاستثمارات العربية والأجنبية في كافة القطاعات التنموية في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. صحيح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص خلال زيارات سيادته الخارجية، سواء الزيارات في إطار العلاقات الثنائية أو مشاركة سيادته في كافة المؤتمرات والفعاليات الدولية. السيد الرئيس حريص كل الحرص على دبلوماسية التنمية الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر في كافة القطاعات التنموية. والسيد الرئيس بيؤكد مرارا وتكرارا على استعداد سيادته لتسهيل أي إجراءات خاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية وتقديم الامتيازات والحوافز المختلفة للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. السيد الرئيس يعني كان الفضل الأول والكبير للسيد الرئيس خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية في مصر، وهي المؤشر المهم والأساسي لجذب الاستثمارات. صحيح. الأجنبية. صحيح. تطوير البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية في الفترة من 2014 وحتى الآن
بيعول عليك بدرجة كبيرة جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وهنا حضرتك خليني أشير إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال السنوات الثمانية الماضية، لدرجة أن مصر أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات المباشرة في القارة الإفريقية. نعم، وأيضا هناك نقطة في منتهى الأهمية، أنه بالنسبة لتطوير البنية التحتية وأيضا المناخ الآمن والاستقرار في داخل الدولة المصرية، اللي بيعتبر يعني من أكثر عوامل الجذب للمستثمرين. سؤالي الأخير لحضرتك معالي السفير، أنه في ضوء التنسيق العربي المشترك والعمل العربي المشترك خلال الفترة الأخيرة، إلى أي مدى بتسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات المصرية القطرية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو اللحمة العربية والعمل العربي المشترك خلال هذه الفترة التي يمر بها العالم تحديات اقتصادية كثيرة وظروف كثيرة بتواجه المنطقة بشكل كامل؟ يعني اسمحي لي حضرتك أشير هنا إلى أن جهود واتصالات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي الجهود والاتصالات المستمرة اللي بتعمل دائما على توحيد الصف العربي وتحقيق التضامن العربي. وهنا لابد من الإشارة إلى أن أهمية الزيارة اليوم، زيارة السيد الرئيس لقطر، إنها بتأتي قبل أولا الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، ومن ثم التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه القضايا التي سوف تعرض على دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ده من جانب. من جانب تاني لتحقيق التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة قبل القمة العربية القادمة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر القادم. هذا فضلا عن التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية، وخاصة أزمة الطاقة وأزمة الغذاء. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على تحقيق التضامن العربي والعمل على تدعيم وتقوية الأمن العربي. وهنا لابد من الإشارة على تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وهنا نقول أن هناك إرادة مشتركة من قبل مصر وقطر لتدعيم العلاقات في كافة المجالات والانطلاق بالعلاقات الثنائية نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة لكل من قطر ومصر. نعم، أشكرك جزيل الشكر السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.